الله يا المعبود يا دجل يا مغير لك رب الدنيا أسألك يا الرحمن بيتين هملي مجموعة من التنبيهات أقولها للجميع وللشباب بشكل أخص والبرق قد اقترب ستزداد الرحلات والذهاب والإياب والمغامرات هي مجموعة كبيرة من التنبيهات لكن أعطيكم منها زبدة أولا إذا ركبت سيارتك لا تنسى أن تقول بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله إنها الاستعانة بالمعين سبحانه وتعالى أن يحفظك أن يبارك لك في رحلتك من المهم أعيدها مرة ثانية من المهم أن تخبر أهلك أين جهتك هذا سيساعد فيما لو قدر الله سبحانه وتعالى فقدا سيساعد الباحثين عنك للوصول إليك المشكلة إذا بلغ الأهل فقدان مجموعة من أولادهم أو مجموعة من الأصدقاء إلى أين ذهبوا؟ لا ندري آخر علمنا بهم عند البيت فجميل أن تقول لهم أنا في الصحراء الفلانية أنا ذاهب في جهة الشرقية أنا ذاهب في غابات الجنوب حتى تسهل عليهم منطقة البحث ومن النقاط كذلك إذا نزلت منزلا فلا تنسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث خولة بنت حكيم في صحيح مسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء نكر في سياق النفي فتعم لم يضره شيء حتى يرتحل أول ما تنزل قل وبلغ البقية وذكر الصغار أن يقولوه فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم به بالوحي ثم ابتعد وخاصة في وقت الأمطار ابتعد عن الوديان وإن أعجبتك وعن المرتفعات الشاهقة وإن سرتك فالوديان ربما تفاجئك بالسيول والمرتفعات في وقت الأمطار ربما تفاجئك بالصواعق فانتبه يا أخي من المهم وما أكثر ما نهمل وعلى الأقل أتحدث عن نفسي بتوافر وسائل السلامة في رحلاتنا في بيوتنا في سياراتنا ارتجال في هذا الباب فوسائل السلامة في هذا مهمة يا أيها الكرام ولا تكلفك كثيرا وتنقذك في لحظة تتمنى لو دفعت على وسائل السلامة مئات الآلاف وأن ترى هؤلاء المفقودين يتساقطون واحدا بعد آخر ولو يسر الله سبحانه وتعالى لهم أن أخذوا وسائل السلامة معهم لما خاضوا هذه التجربة المريرة ومنها شنطة مختصرة للإسعافات الأولية ومنها شاحن ثابت في السيارة كثير منهم يريد أن يتصل وأني قد تهت لكن انتهى الشاحن معه فلا يستطيع أن يتصل ومنها حضور الماء في السيارة دائما وأبدا وعند الذهاب للرحلات وللبر وللمغامرات حاول أن يكون معك ولو شيء من التمر الثابت في السيارة فربما تحتاجه أو تعطيه محتاج وكذلك أن لا يقل ما معك من بنزين السيارة عن النصف دائما وأبدا لا تجعل السيارة حتى إذا ما انتهى البنزين أذهب لأعبي لا يتعدى النصف حتى تكون عادة لك وما يضرك أن تعبي لا يضرك شيء ربما تحتاج ومن النقاط كذلك ابتعد عن التحدي البغيض وابتعد عن ما يسمى بالثقة الزائدة ابتعد عن التحدي البغيض كثير منهم تاه بسبب التحدي البغيض أو حصل له حوادث أو غرقت سيارته
أتحداك تقطع هذا الوادي، أتحداك تقطع هذا الشعيب، أتحداك نحن سنسير مع الطريق المعبد وأنت نريد أن تقطع النفوذ كاملة حتى تصل قبلنا، وإن استطعت أن تصل قبلنا أو أن تصل هذه 10,000، تحدي بغيض يذهب بالنفوس ويورث الندم المر الذي يقطع القلب. ابتعد عن مواطن التحدي، إن كان ولا بد فهناك مجالات للتحدي. أسبقك على رجلي إلى 100 متر 200 متر، نذهب إلى هذه الشجرة الواضحة ثم نرجع. ابتعد عن التحدي البغيض، وابتعد عن الثقة الزائدة. سيارتي فيها جميع الإمكانيات، أستطيع أن أسرع حتى أصعد هذا الجبل، أستطيع أن أقطع هذا الوادي، أستطيع أن أفعل كذا. ثم تذهب في خبرك ويتحدث عنك وعن ماضيك وعن مغامراتك، انتهت. وهذا غالب ما ذهب فيه من يسمون أنفسهم بالمفحطين وأزهقت أرواحهم بسبب التحدي. الذي قبلي ما عرف يمسك مقود السيارة، أما أنا فأعرف وقد جربت. تحدي بغيض، وأحيانا هذا الداء يصل إلى كبار السن، وخاصة من خلال الثقة الزائدة. لا لا أنا أستطيع. لا تغامر خاصة إذا كان معك عائلة، فما تاه التائهون إلا بسبب هذه الثقة الزائدة. حتى ولو كنت قد أخذت أعلى المناصب في التدريب، أحسن ثقة أحسن قرار أن تعرف متى تقرر أن تقدم ومتى تقرر أن تحجم. أحيانا العقل في الإحجام وليس في الإقدام. ابتعد عن المكابرة إذا ضعت، لا تكبر. لا أنا إلى الآن لم أضع، إلى الآن لم أته. اعترف أول 5 دقائق 10 دقائق اكتشفت أنك ضعت فعلا، اعترف، لأنك ستبدأ الآن بالعلاج. أما أن تجلس ساعة لا 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 أريد أن أعترف بأني ضعت سأحاول، ثم تبدأ دائرة الضياع تتسع، فتعترف رغما عنك بعد ساعة وقد صعبت الأمور. إذا اتصلوا عليك نعم أنا ضعت وما زلت أرى بعض العلامات أنقذوني، لا مانع. أما أن تكابر فهذا يصعب عليك الأمور وعلى من سيبحث عنك. وكذلك إذا تهت حاول قدر المستطاع أن لا تتعدى مكانك. من خلال الحديث مع أخينا أبي ناصر وهو مدربين وله خبرة طويلة في هذا الباب، أغلب من يجدونهم أحياء وينقذونهم هم الذين لم يتعدوا سياراتهم. نعم إذا كنت على يقين بأنك بعد كيلو أو كيلوين ستجد البلدة الفلانية وقد رأيت آثارها لا مانع، لكن إذا تهت ولا تعرف أين توجهك ابقى في سيارتك، عش على هذا الماء اليسير الذي معك، لأنك بتحركك ستفقد قواك. وحتى لو وجدوك، وفي الغالب هم خاصة في الطيران الشراعي يرون السيارة، أحيانا ما يرون الشخص خاصة إذا كان قد أغمي عليه وربما غطته الرياح، غطته الرمال بسبب الرياح، فابقى قريبا من هذه السيارة. وإذا فقدوك سيبحثون عن المكان الذي ذهبت فيه، ورؤية السيارة أوضح بكثير من رؤيتك أنت. يا الله يا